أغلقت بورصة الكويت تداولات جلسة اليوم على ارتفاع المؤشر العام الذي أضاف 33 نقطة إلى رصيده، ليبلغ بذلك مستوى 5394 نقطة. وسار معه كذلك في نفس الاتجاه مؤشر السوق الأول الذي ارتفع بمقدار 51 نقطة ليستقر عند مستوى 5933 نقطة. مؤشر رئيس 50 صعد أيضا عند الإغلاق بمقدار 4 نقاط ليصل بذلك إلى مستوى 4300 نقطة. السيولة النقدية استقرت عند مستوى 56 مليون دينار، فيما بلغ حجم الصفقات 14,000 صفقة. أما كمية التداولات فبلغت 450 مليون سهم.